السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاين. اليوم الحصة تاعنا وشاهدنا وين الركراكي وين قال انتصرنا على البرازيل للمرة الأولى وبحثنا عن الفوز اليوم من أجل قول يعني من أجل أن نقول شكرا للشعب المغربي والإفريقي. شو ناس كيفاش يعني وين اكتشوف يا سي ركراكي ما كانتش سي معطاوي فريد معطاوي كيما قلت انت يعني وين قلدوا يعني ما كانش تقليد يعني كي تشوف خطه لعب ما كانش تقليد ما كانش مو من فاني قال بلي الركراكي راه يقلد في تاعنا وراه تاع يقلد ولا اخر راه يقلد يا ودي ما كاش تقليد كاش نسيت لعب ناس قلدت ناس ما حبستشي كتيري لو داي داي خويا هذه هي ناس قلدت ما قالكش يا ودي رجع نحبسوا هنا ولا رجع لا ناس راحت ناس قاعد نشوف لي زافريكان عم يتطوروا يعني بسرعه فائقه قدام برك هنا ولينا كي تنتقد راك تشوف حتى الركراكي وينتقدوه بعض الصحابه قال لك منا وكيما منا يعني انتقاد البناء حنا لهنا كاين لي ناس مساكين يخرجوا يتكلموا امثال يعني ناس كاين بزاف عندهم عقلاء يخرجوا يتكلموا ينتقدوا نقد بناء خرجوا ناس دايرينهم اعداء لا مشي راني مانيش عدو انا انا متخلوناش على بالك متخلوناش على بالك وين رديتونا كل شغلنا نشوفوا روحنا احنا رانا نخسروا يا انت تقول بلي جيب اللعابه جيب من جيب من جيب من جيب من تبان وليتوا الهضره تاعكم ولا تبان بلي احنا رانا نخسروا بصح لا لو كان درتوا علينا نهار الاول في 2019 2020 اليوم كنا رانا ملاح تشوف الناس كيفاش قلعت وين تحدث المنتخب المغربي وليد الركراكي عن انتصار المنتخب المغرب التاريخي على البرازيل بهدفين لهدف في اول مباراتهما بعد المونديال قطر 2022 يعني وليكن في علم الجميع بان المنتخب المغربي لقد فاز على منتخبات عالميه ووقف الند للند يعني في مباراة أولى أمام كرواتيا وانتهت هدف 0-0 وكان يعني بين قوسين المغرب كان أقرب للفوز على كرواتيا شاهدنا بعد ذلك وين فزنا على بلجيكا وفزنا على إسبانيا وفزنا على البرتغال ووقفنا الند للند يعني أمام رغم الإنزام رغم يعني تعاطف الحكام مع المنتخب الفرنسي يعني وين نقولوا بلي وين الاخطاء الكارثيه يعني تاع الحكام يعني خاصه في المباراه الترتيبيه يعني وين كانت المغرب اقرب للفوز لو الحكم اعطى حق المغرب. وقال الركراكي بعد الانتصار على البرازيل اول مره سننتصر على البرازيل هذه هي كتيبه وين كتيبة يقومون بما عليهم. الشوط الأول كنا رائعين وفي الفصل الثاني كان هناك عياء وإصابات صح وين حكيمي لعب مصاب وتبع حكيمي لعب مصاب ومرابط كذلك في حين أكمل أناحي المباراة رغم الإصابة وين أعجبني الشوط الثاني رغم الضغط لاعبون يعني لم يستسلموا وفازوا أمام جمهور وهو ما كنا نبحث عنه كي نقول شكرا لهم ووصل هذا الشعب يحبنا ونحن كذلك ودائما سنقاتل من أجله إذ حققنا نتيجة فالحمد لله وإذ حدث العكس سنؤكد أننا سنقول الحمد لله يعني أننا وكذلك سوف سنقاتل المهم الآن هي فرحتهم. واختتم مباراة البيرو لن تكون سهلة في رمضان سنعطي فرصة لباقي اللاعبين من أجل الثقة ومن أجل الحصول على فرصة التي يستحقونها يعني أكتشو كيفاش وين المنتخب المغربي وين يعني
نقولوا باللي يعرف كيفاش وين الركراكي، يعني وين يعرف كيفاش يخدم، يعني يعرف كيفاش يخدم اللعابة تاعو، يعرف كيفاش يموتيفي اللعابة تاعو. شو كيفاش يعني وين فانيك، وين وصف الناخب الوطني وليد الركراكي انتصار على البرازيل بمثابة حلم، مؤكد أنه سيمنح الفرصة لوجوه الجديدة مستقبلا لكن دون زعزعة الاستقرار، كتيبة الوطنية. وقال الركراكي في ندوة صحفية والتي تالت المواجهة: نحن سعداء باللعب في طنجة، وقلت لرئيس الجامعة أن اللعب في كل نلعب في كل الملاعب المختلفة. ووصل الجمهور لدار بيضاء الرائع صراحة، اليوم جئنا لشمال وهم كذلك رائعون، الأنصار كانوا في المستوى وكذلك الأداء المقدم، وبرهنا مرة أخرى أن الكرة المغربية في نسق تصاعدي. وتبع أنا لست مندهش من جمهور خاصة بنا، ما علينا اليوم إلا أن نسقط فيه هو الاستمتاع، أولئك الذين يلعبون كرة وما نجير لعب للتدريب يعني، ويطلبني مثل إبعاد بوفالة لأنه ذهب لقطر، اليوم منحته الثقة ولم أعد خائب. يعني وين تلقى شوية انتقادات على بوفالة، ولكن بوفالة وقدم مستوى كبير، ماذا يسخر يقدم لك. وقال كذلك: رغم ذلك هناك منافسة موجودة ولا أحد ضمن مكانة مثل خنوس، اليوم سنعطي الفرصة للجميع لأننا نبحث دائما عن الانتصار. سياسة مثله لو سمعت لبعض بعد ذهابنا لتركيا، لكنه اليوم كان أسد مرة أخرى سياسي. يعني مثلا لو سمعت للبعض بعد ذهابه لتركيا، لكنه اليوم كان أسد مرة أخرى على السياسي. وين تلقى شوف يعني رغم ان الانتقاد، رغم ان وين وصل دومي فينال وصل، لكن يعني وين نقولوا باللي وين رغم وصوله للقمه، لكن دائما وين كان يتلقى انتقادات بسبب خياراته. بصح خيارات يعني جايب لك سياسي، جايب لك الرياض، جايب لك بوفالة، جايب لك يعني وين حتى وين شاهدنا وين بعض الانتقادات بعد ما جد وين ادخل بلال خنوس، لكن بلال خنوس يعني وين عرف كيفاش يقدم شوط عالمي على بالك، شوط عالمي صورته الاسيست اللي طاها البوفالة. بوفالة بنت ماهوش بنت مصنوع، يعني كيفاش استقبلها كان في ظهره زوج مدافعين، يعني كيفاش استقبلها ودار ورماها عكس الحارس وين كان يقرا يعطيها له في الكوتي غوش. شو كيفاش. واختتم اليوم: ربحنا البرازيل كأننا في حلم، هل تعلمون ما يعني ذلك؟ أول يعني عالميا وبلد كرة قدم وفي رمضان، لكن المسار لازال طويل، يعني عمره لا طيح من قيمة، يعني دائما وين خاصة يعني وين شاهدنا يعني التقدم اللي غادي يوصله، يعني التقدم اللي غادي يوصله المنتخب المغربي في الترتيب العام تاع الفيفا، يعني يمكن يكون في المرتبة الثامنة أو العاشرة، يعني يكون متقدم، غادي يكون متقدم. يعني وين عطاه شو كيفاش. حتى اعتراف من كاسيميرو قال لهم لعبنا امام منتخب كبير. شو كيفاش
ونقول لهم قدمنا مباراة جيدة قدر الإمكان عندما يتعلق الأمر باللعب لمنتخب وطني، يجب التفكير دائما في تحقيق الفوز، ولقد لعبنا أمام منتخب كان في القمة. تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجو لا لي فيديو، اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم وصحة رمضانكم خالدي.